كيف ننصر أهلنا في الأحواز؟ وما هو واجب الدول والشعوب الإسلامية تجاه هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مشبك بين أصابعه. إشارة إلى أن الجسد ولو كان مترامي الأطراف متباعد فإنه يتألم ولو لم يتواصل، ولهذا بدن الإنسان مترامي الأطراف وربما أيضا لم يمس بعضه بعضا مدى حياة الإنسان، لأنه مثلا تجد اليد لا تستطيع أن تتناول كل شيء من جسم الإنسان، لكن لو أنه أصيب تألم. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجسد المؤمنين بالجسد الواحد، أنهم يتألمون ولو كانوا بعيدين، أنه لا يوجد في ذلك لحمة ولا تقارب بدني جسدي، وإنما ثمة تقارب عاطفي يجب على المؤمنين أن يقوموا به. الواجب من جهة النصرة على المسلمين عموما أن يتفقدوا الناس بحسب حاجاتهم. أعظم الحاجات التي تتعلق بضروريات الدين وضروريات الدنيا، ولهذا نقول إن أعظم الضروريات التي أمر الله عز وجل بإقامتها من جهة ضرورية الدين، وأن يحفظ الله عز وجل بعباده دينه جل وعلا المحكم البين، كذلك الضروريات التي تتعلق بدنيا الناس من تعلق بضرورية حفظ العرض وحفظ المال وحفظ الدم. هذه الأشياء الضروريات التي أمر الله عز وجل بحفظها، ما وجد لها مناقص أو منتهك أي نوع من أنواع الانتهاك يجب على المسلمين النصرة. ولهذا الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موضع يحب فيه يحتاج فيه إلى نصرته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل سنته مدافعة وهي مبادلة في الجزاء من جنس العمل. ربما تحتاج أنت في قرن من القرون وتدور الدائرة على غيرك في هذا الأمر، وهذه سنة موجودة يجعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض. لهذا نقول الواجب على المسلمين نصرة إخوانهم المظلومين بما يستطيعون، وبالأخص ما يتعلق بإخواننا المسلمين في الأحواز، ما يجدون من ذلك من تبديل لدينهم وتغيير لهويتهم وطمس أيضا لمعالم عقيدتهم التي كانوا عليها. أعظم خطأ وخطر يرد على الشعوب أنه يتغير دينهم في جيل الأجداد، ثم يأتي بعد ذلك الأبناء أو الأحفاد فيظنون أن هذا الأمر إنما هو أمر سرمدي على مدى الدهر. لهذا كفار قريش لما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، التبديل ما جاءهم في يوم وليلة، وإنما جاءهم بعد عقود على سبيل التدرج، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله لما ذكر قضية الصالحين من قوم نوح. هؤلاء الصالحين لما توفوا قام أقوام من جهة الحب والعاطفة أن يصوروا لهم صورا، لما جاء الجيل الذي بعد ذلك عظموهم بتعظيم يسير، ثم جاء بعد ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. سياسة التدرج هذه هي التي يجب أن يقطع، أن يعاد الإنسان إلى ماذا؟ أن يعاد الإنسان إلى الحق الذي أمر الله عز وجل به، لا أن يعاد إلى العاطفة بالأب. وربما تجد كثير من الناس حينما يتذكر عقيدة التي هو عليها سواء من باطل يتذكر شيبات الآباء والأجداد، ويتذكر الوشيجة العاطفية التي تكون بينه وبين آبائه، ثم يربط بذلك ويؤثر على الحق. لكل أحد منا له أب، ولكل أحد منا له جد، ولكل ملة لها سلالة، وهذه السلالة ينبغي ألا تغير من الحق. أعظم واجب للنصرة هي النصرة الدينية. النصرة الدينية هي نحافظ على دين أولئك من جهة الباطل الذي ربما يتغلغل إليهم، لأن أعظم نعمة تقدمها للإنسان أن تحفظ له نجاته في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب: لئن أهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أن تعطى الدنيا كلها. فأعظم نعمة أن تكافئ الإنسان بشيء وتقوم بنصرته بشيء في الدنيا، إذا جاء يوم القيامة وجد نفسه من الناجين وأنت المتسبب في هذا. ولهذا نقول أعظم وجوه النصرة، وهي المرتبة الأولى ما يتعلق بإخواننا في الأحواز، هو نصرتهم من جهة قضاياهم الدينية، حفظ عقيدتهم التي ربما طرأ على بعضها لا على كلها شيء من التبديل والتغيير باعتبار البيئة والمجاورة بملة
ملة من الملل، فيحتاج إلى التصحيح، هذا تذكيرهم بعقيدتهم الحقة التوحيدية الصحيحة التي كانوا عليها. وربما أيضا تجد من الناس من ينسى أو يتناسى أو ربما يتجاهل أو لا يعلم من جهة الحقيقة أن آباءه وأجداده لم يكونوا على هذا المنوال، أو ربما أيضا أجداده أو آباءه القريبين لم يكونوا على هذا الأمر. قد جاء في حديث أبي رجاء وهو في البخاري أنه كيف يعني أن الجيل حينما يأتي من جهة الأبناء أن العقيدة تتصلب أعظم مما كانت في الآباء. جاء في حديث أبي رجاء وهو في البخاري يقول كنا في الجاهلية إذا نعبد الحجر ونطوف عليه، فإذا كنا في بادية وكنا في بادية ولم نجد حجرا، يعني في موضع رمال أو في وادي، احتلب أحد منا ضرع شاة على تراب فإن يبس قام بالطواف عليه. يعني أنه تعلق بالحجر حتى لو كان منفردا، يعني لا يتهيب الأب والجد والعشيرة فتعطيه حرارة، يعني وجدت هذا التعظيم لقلبه في قلبه الموجود. الوجود في التوهمات تستطيع أن تغرسها في الطفل حينما تنشأ، تستطيع في ابنك الصغير أن تنشئ فيه تعظيم كوكب أو تعظيم حتى حشرة أو حيوان أن هذه تؤثر في الكون. فإذا بلغ 20 و30 تبقى هذه العقيدة، يخاف هذه الحشرة ولو كان منفردا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما من مولود إلا ويلد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني العقيدة الباطلة تطرأ على الإنسان بسبب تأثير عليه. لهذا نقول الوصية الأولى ما يتعلق بنصرته من جهة دينهم. ما هي وسائل النصرة في هذا؟ وسائل النصرة في هذا هي برامج العلم، برامج الدعوة من جهة النصيحة، وكذلك أيضا بتوزيع الكتب بالإذاعات بالقنوات. هذه القنوات التي تنشر ينفق عليها من الملايين، هذا من أعظم وجوه النصرة. كذلك أيضا من جهة المتلقي ينبغي أن يحسن ظنه بمن يوجه الرسالة إليه، أنه يرسل الرسالة إليه محبة ومودة، لا يريد من ذلك عدوانا أو يريد من ذلك شق صف أو يريد من ذلك نكاية أو غير ذلك، أو يكون مثلا مدفوعا أو مأجورا بينما هو صادق. هذا التشكيك هو الذي يحول بين الإنسان وبين الحق. كفار قريش شككوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحولوا بينه وبين قومه وبين رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهموه بالسحر واتهموه أيضا بالكهانة وغير ذلك، أنه يأتي بأشياء من الجن بأشياء مغيبة. حينما فقدوا الشيء المادي توهموا في أمور الغيبيات والأمور التي لا يمكن أن تدرك، حتى يكثرون منها حتى يسقط في ذلك في قلوبهم ويستقر هذا الأمر. كذلك أيضا ما يتعلق بالدسائس أو عمالة مخابرات أو غير ذلك مما يطلقه هؤلاء أو غيرهم في كل داعي للحق. فرعون مع موسى لما أيس من استصلاح موسى في ذاته بزعمه باستصلاحه على ما يريد هو، فإنه قام برمي بتلك التهمة أنه من السحرة، وتحقيق السحر في ذلك أنه المشابهة الظاهرة، أن الطرح في ذلك يشابه السحرة من جهة تغيير المادة المطروحة في هذا على مادة تشابه حال السحرة، يريد بذلك أن يحجز وأن يحول بين قلوب أولئك الذين يدعون إلى الحق. الأمر الثاني ما يتعلق بالنصرة، نصرة الأمور الدنيوية أعظمها في ذلك ما يتعلق بجانب العرض، صيانة العظم الأمور مهمة، تلقيهم في هذا الجانب ما يتعلق بالأنساب والأزواج وكذلك أيضا القرابات وكذلك الزواج المحرم من دونه، هذا من الأمور المهمة. تبيين المحرمات أيضا التي ربما تستحل باسم التشريع ما يتعلق بزواج المتعة ونكاحها وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بحفظ الدماء والأموال، حفظ الدماء والأموال لصلاتهم إذا بغي عليهم بقتل أو تشريد أو طرد أو إجلاء من أراضيهم، أنه حق لهم في ذلك أن ينصروا. ووجوه النصرة في ذلك على قدر المستطاع بالنفس بالمال بالبدن بالرأي بتصعيدها أمام الناس بجهة الترهيب والتهديد، فإن الناس تخشى من تصعيد كثير من القضايا على وسائل الإعلام وتتهيب أن تكون أمام نظر الناس على مثل هذا الأمر، فإن صاحب الباطل والشر لبشاعة فعله يحجم إذا علم الناس يعلمون بذلك ولكنه يفعل هذا في الخفاء. فمن وجوه النصرة أيضا تصعيد القضايا وتذكيرهم أيضا، فإن الإنسان يجد في نفسه جبرا لما يجد من مصاب ولو كان عظيما إذا وجد أن الأمة تضج لمصيب وأن الناس تعزي ببلية التي هو فيها، ثم يتدرج الناس بعد ذلك بحسب وسعهم وإمكانهم.